ندخل معاكم كده ونبتدي سريعا في اجواء الدوري بشكل عام. واضح ان احنا هنكون على موعد مع نسخة استثنائية من المسابقة دي. ليه بقول استثنائية؟ لانه توقعاتي الشخصية مفيش فريق هيقدر يكسب اكتر من 4 مباريات هتكون ورا بعض، يعني مباريات متتالية. المستويات متقاربة بشكل كبير جدا. لما تيجي تسأل اي لاعب داخل اي فريق تعرف وجهة نظره، يقولك مفيش ماتش سهل ايا كان بيلعب في اي نادي، يقولك مفيش ماتش سهل، لانه بقى شايف المنافسين والتدعيمات وشايف الامور اللي حصلت خلال الميركاتو كانت عامله ازاي، وان كل فريق ما بقاش ما عندوش نجم، ده عنده نجم واثنين وثلاثه واربعه. يعني هو اي مباراه خلاص بقت مباراه بيتقال عليها مباراه صعبه، مباراه خارج كل التوقعات، مباراه مش سهله ابدا. شفنا ده ازاي؟ شفناه في اول مباراه طبعا من المباريات اللي كانت في اول يوم في مسابقه الدوري المصري الممتاز، هي المباراه اللي جمعت فريق المصري بورسعيدي وكمان سيراميكا كليوباترا. كانت مفاجاه كبيره جدا، هي فوز سيراميكا بنتيجه 3-0، كانت مفاجاه من العيار التقيل. ليه بقول كده؟ بقول كده علشان المصري بورسعيدي بالتدعيمات وكل الناس كانت متنبئة لفريق المصري ان هو اقوى تدعيمات واقوى من الاخر فلوس اتصرفت، فانك انت تتفاجئ بانه اول لقاء سيراميكا يفوز وبالمكسب ده و3-0، لا كان الرقم من الارقام والنتائج القويه جدا اللي مفاجاه جدا. ده بيقول لنا ان مفيش لقاء سهل. شفنا امبارح اول لقاء كان كلاسيكو الكره المصريه، جمع الاسماعيلي مع النادي الاهلي على ملعب الجيش ببرج العرب، انتهت طبعا بفوز صعب جدا للنادي الاهلي. شفنا على مدار المباراه عن طريق البديل شادي حسين من صناعه البديل برضو كريم فؤاد اللي كان الاقرب ان هو يفوز برجل المباراه. الحقيقه ان المباراه جت احداثها زي ما توقعنا، كميه اثاره تشويق نديه من البدايه للنهايه، ما كانتش مباراه سهله ابدا على الفريقين. اتنين من المدربين اللي بتكلم عليهم عندهم فكر تدريبي عالي، بتكلم طبعا عن مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي واخوان جريدو مدرب الاسماعيلي، وشفنا حاله من التحضر والاحترام، وهتكلم مع حضراتكم عن المشاهد الرائعه اللي شفناها على مدار المباراه. ولكن المباراه في الشوط الاول كانت نقدر نقول مفتوحه بشكل كبير للفريقين، كان ليهم فرص على المرمى بشكل عام. لو اتكلمت عن النادي الاهلي كان عنده فرص امام النادي الاسماعيلي وظهر بشكل مختلف عن الموسم اللي فات، كان عنده جرأة هجومية بشكل كبير جدا على مرمى محمد الشناوي لو بنتكلم على النادي الاسماعيلي، وراح باكتر من كورة. يعني لو كنت بتتفرج على الماتش هتقول لا النادي الاسماعيلي فايق وبيلعب كورة حلوة. عبد الرحمن مجدي كان متألق، باسم مرسي ضيع فرصة ذهبية في بداية الشوط الثاني يعني محدش كان يتخيلها ابدا، وهو كان داخل الستة ياردة كده زي ما بنقول، يعني خلاص كان على اعتاب ان هو يسجل ولكن الكورة دي ضاعت. لو رحت معاكم للنادي الاهلي من البداية كان واضح ان هو بيلعب مع مستر كولر بطريقة 4-2-3-1 وبيعتمد على الثلاثي. لو بتكلم على طاهر وسافيو وعبد القادر كانوا تحت مهاجم وحيد وهو محمد شريف من بداية المباراة. ده اللي شفناه في بداية اللقاء. النادي الأهلي ظهر بشكل مميز جدا في أكتر من كورة على مرمى محمد فوزي حارس مرمى النادي الإسماعيلي، وكمان اللاعب الوسط أليو ديانج كان دوره فعال جدا لأنه كان واضح أنه حمدي فتحي واخد واجبات هجومية أكتر من أليو ديانج. هروح معاكم للشوط الثاني. الشوط الثاني بقى كان كل الجمهورين بيتأملوا كده او عندهم امل ان احنا نشوف شكل جديد او حاجه جديده. الاداء بشكل عام كان افضل نسبيا بالنسبه للنادي الاهلي مع تغييرات مستر كولر اللي دفع بالثنائي سواء اذا كان كريم فؤاد البديل او شادي حسين. ده كان بدل احمد عبد القادر ومحمد شريف عشان يكافئ شادي حسين مدربه كولر ويشكره ويديله هدية ويدي جماهير النادي الأهلي كلها هدية ويسجل في مسابقة الدوري وأول أهدافه مع الفريق. قلنا أنه شادي حسين صفقة قوية جدا 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 وحط تحتها 100 خط، وأنا لما كنت بتسأل كنت بقول شادي حسين مكسب كبير للاعب ومكسب كبير للنادي الأهلي. بنقول كده مبروك على شادي حسين النادي الأهلي ومبروك على النادي الأهلي شادي حسين. لاعب هادي، لاعب بيلعب بمزاج، هي دي اللي بيتقال عليه كده، اللعيبه تحسها هاديه، تحسها واخده ثقه من قبل ما تقدم اوراق اعتمادها. شادي حسين
محتاجش وقت علشان يقدم أوراق الاعتماد دي. هو الراجل داخل هادي جدا وبيلعب مزاج جدا وبيقدم كده عربون بداية كده، وبيقول لجمهور النادي الأهلي ما تقلقوش، معاكم هداف قوي، معاكم هداف على قدر المسؤولية، معاكم هداف على الموعد، بنشوف مع بعض الهدف وجماله. وازاي الجملة كانت رائعة جدا بمنتهى السلاسة والهدوء، يجي شادي حسين ويحطها في المرمى بمنتهى البساطة. الحقيقة ان هو لاعب كبير جدا، واضح ان احنا متنبئين ليه انه يكون بيحقق وبيكون سبب في انه النادي الاهلي يفوز في اكتر من مباراة، ومش بهدف واحد، باكتر من هدف. وهنا ما بقللش ابدا من قيمة محمد شريف، حضراتكم عارفين قد ايه محمد شريف. لو اتكلمنا عن الهداف الافريقي بالنسبة للنادي الاهلي هقول محمد شريف، هقول اهداف الفوز ونقطة التحول في العديد من المباريات هو محمد شريف. محمد شريف عنده خبرات كبيرة جدا، محمد شريف كان محتاج الثقة، كان محتاج تاني يقف على رجليه. بتكلم على هداف الدوري المصري، ما بتكلمش على لاعب قليل، بتكلم على لاعب عنده خبرات كتيرة جدا وحقق العديد من الإنجازات مع النادي الأهلي. ولكن لازم إنه الفترة دي محمد شريف كمان سريعا جدا ان هو يبتدي يرجع لمستواه مع المنافسة القوية مع شادي حسين. كل ده بيصب في مصلحة الكرة المصرية والنادي الاهلي، اللي بالتأكيد هنشوف متعة داخل المباريات. بعد الهدف مستر جريدو على طول دفع بصالح جمعة ومحمد الشامي، لكن انتهت المباراة بفوز غالي جدا للنادي الاهلي. بنقول الف مليون مبروك لجماهيره، هارد لك للدراويش اللي قدم اداء قوي واداء محترم، ومتوقعين موسم متميز ان شاء الله ليهم. لو رحت لرجل المباراة، كانت مفاجأة كبيرة جدا أن يحصل أكرم توفيق على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وبنقول له حمد الله على سلامتك. ألف مليون مبروك حمد الله على سلامته بعد تألق كبير جدا في المباراة، مش سهل على أي لاعب على فكرة. ودايما بقول على أكرم توفيق كده من اللعيبة اللي عندها إصرار، يعني بص كده إيه، في ناس تقولك بيأكل النجيلة. أكرم توفيق من النوعية دي، من نوعية اللعيبة اللي لما تشوفهم في أرض الملعب الراجل ده نازل مش بيهرج، الراجل ده نازل بيقول أنا مش هلعب غير أساسي، أنا مش هسمح إن حد يكون بيلعب عليا أو بياخد مركزي. أنا راجع من إصابة أول حاجة بفكر فيها إن أنا أكون باخد رجل المباراة. بصراحة تحدي كبير جدا للاعب مع نفسه، بيثبت إن هو لاعب كبير. بنقول له ألف مليون حمد الله على سلامته، بنقول له مبروك، وهو ده اللي متوقعين دايما منه، يكون عندنا عناصر مميزة داخل الأندية لأنها بتصب في مصلحة الكرة المصرية ومنتخبنا المصري. أكرم توفيق واحد من الرجالة، واحد من الجنود دايما اللي بيكونوا على الموعد، سواء إذا كان مع النادي الأهلي أو المنتخب المصري. هروح معاكم للمباراة التانية واللي كانت في نفس الموعد، وهي المباراة اللي جمعت ما بين فريق بيراميدز تاني مسابقة الدوري الموسم اللي فات مع فريق إمبي، اللي كان يعني قادر إنه هو يتعادل مع فريق بيراميدز، وكانت النتيجة بترجع تاني في صالح الفريقين بعد ما بيراميدز قدر ان هو يتقدم في بداية المباراة عن طريق هدف سجله مصطفى فتحي في الشوط الاول، ده كان في الدقيقة 20 يعني من بداية المباراة خالص. سيطر بيراميدز على معظم احداث الشوط الاول وكان يقدر ان هو يضيف هدف تاني، وهنا بقى بقول انه بيراميدز ما استغلش ده بشكل كبير جدا. في الشوط التاني نجح طبعا رفيق كابو ان هو يقدر ان هو يعوض الخساره اللي كان امبي وقعت عليه في بدايه المباراه، وقدر ان هو يحرز الهدف. وده طبعا بتكلم على لاعب من احدث الصفقات اللي كانت انضمت لفريق امبي عن طريق وادي دجله. تعادل كبير طبعا، ده فرق بشكل كبير جدا مع الفريق البترولي في الدقيقه 58 عشان يكافئ مدربه احمد كشري اللي تولى قياده الفريق بعد اقاله فييرا. آخر مباراة هروح مع حضراتكم عليها وكانت مباراة السهرة واللي جمعت ما بين نادي الزمالك وما بين بتكلم هنا سموحة. هو أحد أقوى فرق المسابقة في مباراة كان عنوانها المنقذ أباتشي. الحقيقة إنه شيكابالا الكل أول ما نزل قايمة في بداية المباراة والتشكيل النهائي، الكل كان متوقع إنه شيكابالا يبتدي المباراة، وكانت مفاجأة كبيرة جدا إنه شيكابالا مستر فيريرا ما بيعتمدش عليه كتير في بداية المباريات، ولكن انه يلعب اساسي وانه يكون متواجد وانه يكون بيصنع الفارق، هي دي بقى اللي بتفرق لاعب عن غيره، وهي دي اللي بتفرق لاعب اللي هو وجودي مش زي عدمي، لا ان انا اكون موجود ارض الملعب وان انا اكون لا
لمستي السحرية بتفرق، هو ده اللي الزمالك قدر يعمله عن طريق الأباتشي. الزمالك بيحقق مكسب كان مهم جدا وصعب، رغم ان المباراة كان فيها ركود من البداية، وكانت المباراة يعني الكل كان متوقع ان هي تكون أسرع من كده او رتمها أسرع من كده. قدر نادي الزمالك ان هو يحقق الفوز، ونجاحات كبيرة جدا في الدوري اخرهم الموسم الماضي كانت مع مستر فيريرا. الشوط الاولاني كان مقفول بشكل كبير جدا، نادي الزمالك كان عنده اكتر من فرصه ان هو يسجل عن طريق احمد مصطفى زيزو وسيف الجزائري في الشوط الثاني، مع تغييرات مستر فيريرا، نزول شيكابالا في الشوط الثاني ويوسف اسامه نبيه والمهاجم البنيني اكينولا وامام عاشور، زادت هنا بقى الفعاليه الهجوميه. يعني هنا الفرق، يعني ما تسمع كده كابتن طارق العشري بيتكلم عن المباراه ازاي يقول لك لا انه فريق سموحه كان هو اللي ماسك المباراه من البدايه، وان هو اللي كان متقدم، وان هو اللي كان عامل ضغط كبير جدا على نادي الزمالك. ولكن دايما بنقول انه النتيجه بتكون فين؟ بتكون في نهايه المباراه، انه الفعاليه الهجوميه اللي عملها مستر فيريرا، وازاي كان مركز ان هو في اقل من وقت بسيط جدا عن نهايه المباراه ان هو يبتدي بقى يعمل الضغط الهجومي ده، الضغط الهجومي ده فرق بشكل كبير جدا. نزول شيكابالا فرق، نزول يوسف أسامة نبيه فرق، نزول إمام عاشور فرق، نزول إكينولا كان مفاجأة كبيرة جدا وعمل ضغط على مرمى الهاني سليمان لغاية ما جت الدقيقة بالظبط 79 من اللقاء، وأسست أحمد فتوح لشيكابالا اللي لعبها من مرة واحدة على مرمى الهاني سليمان، حاول شريف رضا إن هو يطلعها لكن كانت صعبة جدا ومباشرة في المرمى. بعد الهدف حاول لعيبة نادي سموحة إن هم يسجلوا هدف التعادل، لكن مدافعين الزمالك سواء كان طبعا المتألقين حسام عبد المجيد كان بالمرصاد للمهاجم أحمد مصطفى نجم سموحه، واللي بمناسبه أخذ رجل مباراه الامس بنقول له 1,000,000 مبروك، وده الحاجات اللي بنكون دايما منتظرين ان احنا نسمعها، وبنكون منتظرين دايما نستمتع بيها اللعيبه اللي بتيجي علشان تثبت نفسها. وهنا مش لازم مباراه الزمالك وسموحه وانه الزمالك فاز يبقى رجل المباراه لازم يكون من نادي الزمالك، لا خالص على فكره، انه ممكن يكون فريق فاز ولكن لاعب متالق في الفريق الثاني هو اللي يفوز وده حقه. يعني احمد مصطفى كان من اللعيبه اللي تالقوا بشكل كبير جدا في مباراة سموحة قبل أمس، وده بيخلينا نتنبأ إن هيكون في لعيبة كتير جدا هتنور في الجولات، ولعيبة كتير جدا هترفع إيديها وتقول إحنا موجودين وإحنا نستحق ننضم للمنتخب المصري، والبداية بتكون من فكرة إن إحنا نبروز اللعيبة دي ونسلط الضوء عليها. وبصراحة رابطة الأندية كانت يعني بتشتغل بشكل كبير جدا ان هي تقرر ان يكون في رجل المباراه او جائزه رجل المباراه اللي هتفرق كتير جدا مع معنويات كل لاعب، وتخلي كل لاعب يؤدي افضل ما عنده في المباراه. قبل النهايه بثواني سجل البنيني سامسون اكينولا، ودي كانت مفاجاه كبيره جدا بعد هدف شيكابالا على طول. اكينولا سجل اول اهدافه مع نادي الزمالك من كوره اخطاها شوشه زي ما بنقول كده، بس لما تتفرج على أكينولا وهو بيرقص وهو عنده الذكاء بتاع المهاجم وياخد المدافع يمين وشمال وما يشطش وما يتسرعش، هي دي اللقطة الحاسمة وهي دي اللقطة المهمة اللي بتأكد لك انك انت على موعد مع مهاجم قوي عارف بيعمل ايه، عارف بينفذ ازاي، والنتيجة على طول بتكون في المرمى، وتخلي طبعا المدافع على طول يكون عنده خطأ ويستغل المهاجم الخطأ ده في انه هو يحرز الهدف. بنقول 1,000,000 مبروك لنادي الزمالك، هارد لك لسموحة، وعاوز اقول كمان شابو للجماهير اللي حضرت ماتشات امبارح اللي ادت دفعة معنوية لكل اللعيبة اللي كانت بمثابة التحدي الكبير جدا لكل لاعب انه يثبت نفسه وانه يروح ويقدم التحية والتقدير للجماهير اللي موجودة بأعداد هايلة وأعداد كبيرة وأعداد عظيمة، وده طبعا بيأكد لنا فكرة انه رابطة الأندية لما وعدت أوفت، ولما قالت انه على مدار الوقت كل ما هيكون في التزام من ناحيه الجماهير هيكون في ترجمه على طول بزياده الاعداد، وهو ده اللي شفناه من خلال جمال وحلاوه الانديه الجماهيريه ووجود الجمهور داخل ارض الملعب. النهارده هيكون عندنا 3 مواجهات شبه متكافئه، الاولى هتجمع ما بين المقاولون العرب وغزل المحله وهي مباراه جماهيريه الساعه 3 العصر، المباراه الثانيه هتكون بتجمع ما بين فريق حرس الحدود وفريق فيوتشر وبرده هتكون مواجهه مميزه جدا الساعه 5 مساء. مباراة السهرة النهاردة هتكون الداخلية وطلائع الجيش الساعة 7 مساء.
بالمناسبة من احنا بنتكلم عن فيوتشر النهاردة، الحقيقة انه فيوتشر هيفتقد لاعب من اهم العناصر الموجودين في الفريق، هو احمد عاطف اللي هيغيب عن مواجهة حرس الحدود والمقرر ليها النهاردة الخميس في الجولة الاولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز. احمد عاطف تعرض للاصابة في تدريبات الامس، ومن المقرر ان هو يغيب عن مباراة اليوم، وانه يتم طبعا تحديد موعد عودته خلال الساعات المقبلة. نروح لاخر مباراه النهارده، هتجمع ما بين الداخليه وطلائع الجيش، والاثنين عملوا ميركاتو قوي جدا ومميز جدا، معاهم اثنين مدربين جدد، كابتن رضا شحاته الحقيقه ان هو مع الداخليه، كابتن علاء عبد العال مع طلائع الجيش، عاملين حاله جيده جدا وعاملين حاله من الانتعاشه اللي هتكون اكيد يعني سواء اذا كانت صفقات هتصب في مصلحه المباراه اليوم، اكيد هنستمتع النهارده على الشاشه وعبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس من خلال الثلاث لقاءات.